متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. كنرحب بكل متابعينا الكرام وكنقول لكم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي كنواكبكم به يوميا من مدينة بن سليمان. فتحية طيبة لكل متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في الأوفياء، كنقول لكم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. تحية طيبة لكل المتابعين الكرام. فالموضوع ديالنا اليوم فهو موضوع الساعة كما كنقولوا المتابعين الكرام، فهو موضوع مهم بزاف بزاف بزاف، فهو موضوع السحر والشعوذة. شنو رأيكم في بعض الأعمال السحر والشعوذة اللي كيمارسوها بعض الأشخاص خصوصا في المناسبات؟ كيفما كنعرفوا كاملين أن ظاهرة السحر والشعوذة ولات واحد الظاهرة اللي قوية في المغرب وبزاف وفي العالم كامل كما كنقولوا. فنظركم نتوما متابعينا الكرام، شنو رأيكم في بعض أعمال السحر والشعوذة اللي كيمارسوها بعض الأشخاص خصوصا في المناسبات؟ ف إلا جينا نناقشوا هذا الموضوع بشي حاجة منطقية، شنو هو السحر في نظركم؟ السحر هو واحد المصطلح بصفة عامة كيتوصف لشي عملية طريقة تقوم بتغيير حالة شيء. مثلا كنقولوا مثلا هنا غيكون بيض، كنحاولوا هنا كنديروا السحر باش نردو احمر، بحال مثلا هو بحال كنديروا شي حاجة باش نبدلو ديك الحاجة. والشعوذة الشعوذة هي فيها بزاف معاني، يعني الشعوذة هي أن نقدروا نديروا شي حاجه باش نستحضروا شي حاجه قوى، شي حاجه غير مرئيه. كنشعوذوا نديروا شي حاجه مشعوذه باش نوصلوا لواحد الهدف معين. متابعينا الكرام، بينكم تناقشوا معنا علاش كيلجؤوا الناس للسحر والشعوذة؟ سلام خويا حفيظ، لاباس عليك كلشي مزيان؟ تحياتي لك حفيظ وتحياتي لكم متابعينا الكرام. سلام خويا عبد الواحد، تحياتي لكل متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، كنرحبوا بكم معنا في هذا البث المباشر. وبغينا الكل يشارك معنا في هذا الموضوع اليوم، موضوع مهم بزاف اللي هو شنو رايكم في بعض الاعمال السحر والشعوذة اللي كيمارسوها بعض الاشخاص خصوصا في المناسبات. خويا عبد الواحد تحياتي لك خويا، تحية متبادلة صراحة كما كنقولوا، فاحلى تحية لاحلى خويا عبد الواحد. بغينا الكل يشارك معنا متابعينا الكرام، شنو رايكم في بعض احمال السحر والشعوذة اللي كيمارسوها بعض الاشخاص خصوصا في المناسبات كما كنقولوا متابعينا الكرام؟ جينا نسول واحد السؤال، لماذا يلجأ الناس للسحر في نظركم؟ الناس كيلجأوا للسحر غالبا رغبة منهم في نوال شيء يتمنوه وهو ليس لهم. مثلا كيف مثلا كيف السحر باش يديروا الانجاب ولا الثروه ولا المال ولا البنون ولا اختي سميره كتقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلم وقهر، انا والذي بالسحر والتفريق عن زوجي. اختي سميره ممكن تقربينا شويه من الموضوع، شنو وقع بالضبط؟ انت تعرضتي للسحر باش تفارقتي مع ولادك والزوج ديالك ولا شنو؟ بغينا باش الكل يستافد معنا. اختي زينب كتقول يقول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم أختي زينب. عبد الواحد بارك الله فيكم، تحياتي لك خويا عبد الواحد. خويا خالد، وليفلح الساحر من حيث أتى. نعم صحيح خويا خالد، لا يفلح الساحر من حيث أتى، كلامك صحيح خويا. بغينا نكون نناقش على هذا الموضوع. مثلا السحر اللي كيجئوا للناس انهم باغي يديروا شي حاجه ما يقدروش يوصلوا لها في الواقع، كيحاولوا يديروها عن طريق غير مباشره بحال الانجاب الثروه الفلوس الى اخره باش يحققوا واحد الامنيه. هذه الامنيه من استعمال السحر ليس مسلم. نعم صحيح اخويا عبد الواحد، مرحبا اخويا عبد الهادي.
احنا بغينا الكل يشارك معنا هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم وبزاف، وبغينا نشاركوا القصص ديال بعضياتنا باش كلشي يستافد، كلشي نخرجوا مستافدين. الشعوذة كتسمى السحر الأسود، هي لحد هي أنها واحد الرغبة في إشباع الذات، والرغبة تكون هي المحرك الرئيسي والفاعل نحو القيادة. مثلا كما يتحكموا في الناس بطريقة غير مباشرة، كنضطروا لدور السحر، ولا مثلا الإنجاب، أنهم كيدخلوا في الشرك بالله باش يولدوا الأولاد، ولا مثلا الثروة باغي الفلوس. عاد غنزيدو السحر اللي كيفرق بين بنادم، كتلقى جوج الأزواج يلاه تزوجوا، كيجيو العديان كيبداو يفرقوا فيهم بالسحر والشعوذة، ما عارفينش بلي داكشي عند ربي راه كبير وبزاف، ولا يفلح الساحر من حيث أتى. هادشي اللي خاصو يفهم كلشي. شي بغينا كل شيء يفهم بلي الساحر لا يفلح من حيث أتى. هذا هو الموضوع المهم بزاف. فبالنسبة واش كاين تأثير السحر ولا ما كاينش؟ نعم كاين تأثير، يختلف الناس وتختلف المذاهب والدينية والعقائدية تجاه أمر كهذا. فيذهب البعض لأنه لا يوجد سحر أصلا، والعملية كلها خداع في خداع. وإن كنا قد أشرنا لأن الديانات التي اعتدنا على تسميتها سماوية تعترف بشكل أو بآخر بوجود السحر. السحر من أفعال إبليس. نعم خويا عبد الواحد، خصني من لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي كيلتجؤوا للسحر إلا وكان إيمانهم بالله قليل. نعم، فقلة الإيمان كتأدي لهذا الشيء، هذا الشيء مما لا شك فيه. سعيدة مرزاق. نعم أختي، لا يفلح الساحر من حيث أتى. نعم كلامك صحيح أختي، السحر أمر الساحر ما كيوصل للمبتغى ديالو. مولينا كنسمعوا انه كاين الحاج ابراهيم، شوفوا الحاج ابراهيم هو كاين واحد السيد، كاين بلا ما ندخلوا في هادشي، هذا كيستقبل الناس وكيقول لهم بلي راه هو كيعاون بنادم في طنجه، كيجلس واحد الزربيه من جلد احد الحيوانات محاط بشموع، كيما نقولوا كيمشيو يلتجئوا لدوك الضريح ويذبحوا الدجاج ويذبحوا داكشي، يذبحوا تقربا للشيطان وللجن باش يتقربوا لذاك الشيء. بالعكس داكشي راه ما يضروا الى انفسهم. كتسمع مثلا كيقول لها، كتمشي عند العطار المراه يقول لها خدي مخ الضبع وكلي لي، ولا خدي مخ هادي، ولا خدي مخ هادي، ولا كتلقاها ولا كيعطيها مثلا. يقول لك كنشوف شي حوايج كثار من هادشي، يقول لك كنلقاو حيوانات شو الذنب ديالهم، بعدهم تدرب مثلا القط كيخيط لي فمو بالبراو، مثلا كياكلوا الفال الحمار حشاكم، ولينا نوصلوا شي حوايج اللي هما بزاف. يعني واحد الايمان، مبقاش الايمان عند الناس، الايمان قل بزاف. شوفوا اختي زينب باش قالت، زينب البعد عن الله عز وجل وكثرة الذنوب كتخلي الناس يفقد الثقة، ان الله سبحانه وتعالى باقي الا دعاه ويسمع ليه ويعطيه اللي كيترجى في الدنيا، لذلك كيلجأ الشياطين لأنه كيشوف أقرب ليه، وكينسى أن الخالق غفور رحيم وأن بيده الأمر من قبل ومن بعد. نعم صحيح صحيح أختي زينب. خويا خالد هذاك الشرك. نعم خويا خالد صحيح، الشرك بالله. أمرت الزمان، أميرة الزمان كتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يفلح الساحر من حيث أتى. نعم عبد الواحد، السحر أنواع، سحر الدمار، سحر التفريق، سحر التمريض. نعم خويا، ولينا كنسمعو أنه كيمشي كيمشيو مثلا واحد القط معلم بيه خيط لي، كيقول لي خيط خيط بالمخيط ديال القط وداكشي، شو معلم ومش هادشي عند ربي راه بزاف بزاف. قلة الإيمان، كون مأكد لو كانت أنا بنادم مؤمن في قلبي، لو كان القلب مؤمن ومتبص لديه عمره وصل لهذا الشيء. كيمشيو كيفرقوا الناس على تزوجوا مثلا، كتلقى جوج الناس يلا تزوجوا ما عندهمش شهر،
مش كيمشي مباشرة، كيمشي بالإطلاق. شو السبب ديالهم؟ راه السحر، الشعوذة. أم صفا كتقول شعوذة شرك، والشرك ما كيغفرش الله. والله يهدي أمة محمد يا ربي آمين. مريم داها شهور كتقول الله يهدي الجميع لطريق التوبة يا ربي آمين. شي كنتمناو كاملين. متى ولينا كنسمعو من هو شمهاروش مثلا؟ شمهاروش هو واحد المرقد ديال ملك الجن حسب الخيال الشعبي اللي كيتخيلو الناس كاملين، كيوقع شمهاروش ولا هادي ولا هادي ولا هادي. هو واحد مكان شهير كيقضو زوار كتار من داخل المغرب وخارجه، مقتنعين براسهم أن الزيارة هاد المكان يتخلصهم من الجن والأرواح الشريرة اللي تسكنهم. كيتحملو واحد الحال هاد الرحلة وصعوبة، محملين بقرابين وهدايا لطلب الشفاء. كيشوف البارح حدا شمهاروش، هو عبارة عن صخرة ضخمة مطلية باللون الأبيض إلى جنب مسجد صغير بصخمة عم تواضيع تحيط به أسرار الغربان مسكونة بالأرواح بحيث هادشي اللي كيقولو المعتقدات الشعبية ديالهم. كيعتقدوا بلي أنه كترأس جلسة قضاة الجن للنظر في النزاعات بين الجن والإنس. كما كنقولو هادشي فارغ 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 الإنس ولا من الصحة، معرفش كيضرو غير نفسهم. مثلا كنسمعو كدا كنسمعو عائشة، عائشة قنديشة، هادي واحد الأسطورة قديمة، أكثر شخصيات الجن الشعبية في التراث الشعبي المغربي. هاد الأسطورة كتقول بلي واحد السيدة سميتها عائشة قنديشة بنت الملك الجان، تفشن الرجال بجمالها، كتستدرجهم الوكر ديالها، شوية كتمارس الجنس معهم ثم تقتلهم فتتغدى من لحمهم ودمائهم إلا أنها تخاف من شيء واحد وهو الشيعة النار أمامها. هاد الأسطورة اللي كيقول عائشة كتب عنها عالم الشيمع الفرنسي المغربي الراحل بول باسكون في كتابه أسرة المعتقدات من المغرب. هادشي كله ما خدامش، لا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. فربي كبير، ربي كبير. خوي خالي وأنا تعرضت إلى سحر التفرقة من طريقتي، الله يشافي الجميع. آمين يا ربي. حنا بغينا كل شي يشارك معنا، بغينا الكل يشارك معنا. كاين واحد السياسة كبيرة كيخدمو كاع المشعوذين، أنه باش يجلب واحد المشعوذ بواحد المبلغ رمزي مشجع، مثلا كيدير واحد المبلغ رمزي شي حاجة بسيطة في الزيارة الأولى. أول مرة كتمشي هاد الشي مشعوذ كيما كنقولو كيقولك شي تمن رمزي 50 درهم 30 درهم 40 درهم كيما كنقولو. هذا الشي ديال الكريم، هادي غير الزيارة الأولى، هادي غير الزيارة الأولى. ثم كاين الزيارة التانية كيرفض يرفع الفاتورة مرة تانية، يرجع له مرة تانية كيطلع لك الثمن، خاصك حاجة تمن البخور والمواد اللي يستعملها. أنا كيبدا يقول ليه واحد الأخت ديالي كار الزوج ديالها ما عندكش الحل. خويا شوف الرقية الشرعية، خويا خويا إبراهيم إبراهيمي شوف الرقية الشرعية. عليك محمد معمري، عليك بسورة البقرة 40 يوم سوف يزيل بإذن الله. داكشي اللي كنتمناو الرقية الشرعية. كما كنكملو الموضوع ديالنا، هو أن داك المشعوذ باش غيجلب داك الزبون كيدير واحد الثمن رمزي في الاول، في اول زياره ليه كيدير واحد الثمن بسيط اللي كيشجعو باش يبدا داكشي. من بعد كيدير يطلع ليه الثمن الفاتوره الثانيه، كيبدا يقول مثلا ثمن البخور المواد اللي غيستعملها خاصو، مثلا سوش ما يقول لي مثلا نجيب لكم الجلد ديال الفلاني والمعجن الفلاني، شي حاجه تكون ما كايناش كاع انه غيستعملها. وكيغررهم كيغررهم ان الرجال والنساء، وكيقول لهم دفعوا الثمن ديالها. وكتكون دوك ديك النتائج كلها مدمرة وخطرة أحيانا. فكثيرا ما تقف هذه الثقة العمياء وراء خراب بيوت وحالة طلاق وربما القتل. بعض الحوايج كيوصل حتى للقتل، بعض الحوايج طلاق شعب الحاجة. وكل مأكدين كاع اللي كيمشيو لهادشي السحر والشعوذة كيكونوا ضعاف، عندهم واحد الشخصية ضعيفة، الشخصية ديالهم ضعيفة من الداخل ضعيفة. كيما كنسمعو دابا ياك، دابا المشكلة هما راه إلا ضحايا، هما راه غير ضحايا حوالين النصب والاحتيال،
يشغل على عقول الناس. وما عرفش اللي القانون كيقول لك الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي في الفقرة 35 كيقول على أن من احتلف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب غرامة مالية رمزية، والعقوبة تبقى في رأي العموم قاصرة عن حد من تلك الظاهرة العابرة للقارات. هدى كتقول لا يفلح الساحر حيث أتى مكيد غير وجه الله. نعم صحيح أختي، هذا هو المعقول، هو اللي كيدوم إلا هو المعقول كيدوم. وديما واحد الحاجة ديرها في بالك، تهلا في الكليمة كلمة تكون زوينة راه تعيش ديما كما كنقولو. السحر عمرو ما كيوصل، كن مأكد. فأنا بغينا الكل يشارك معنا هاد البت، كنا بغينا نستافدو من بعضياتنا، شي يكمل شي وشي يعاود شي. انا نهضر وانتم كملون، انتم تكملون انا نهضر وحنا غاديين باش كل شيء يربح، باش غير نعرفوا نستافدوا. محمد مع عمري امين باذن الله. شكرا. هي سورة البقرة من أحسن الصور في القرآن بالضبط اللي مخصصة في هادشي ديال السحر والشعوذة. صراحة سورة البقرة كتحمي بزاف، يقولك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا الكل يشارك معنا. لا بغينا مثلا نقولوا السحر من ناحية أخرى، نقول مثلا هاد السيد ساحر خطير في لاماجي اللي كيديروا ألعاب سحرية، هادو تا هما فخفة اليد هي فن ترفيهي يقوم بإيحاء شيء مستحيل قد حدث، يعني أن التغيير لا يكون مصدره الفعل الحقيقي بل يكون مجرد خداع. ومهارة خفة اليد كيقول لك فاليد أخف من العين، اليد أخف من العين. نعم سحر خطير، كنتمناو بإذن الله أن حتى واحد ما يتصاب، حتى واحد. وأن كافة أمة محمد تكون ألف ألف خير وتعيش مرتاحة. ولكن كنطلب منكم التحصين. شنو هو التحصين؟ هو نحصن راسنا بالقرآن دائما، نحصن راسنا بالقرآن. كاع اللي كيتصنتو ليا كنقول لكم اهرب من السحر اللي تجنب مشاكل ومتاعب كثيرة أنت في غنى عنها. سلم طريقك لله وثق أن الرب إلهنا صالح وهو يهتم بنا. إلجأ إليه عند حاجتك وارفع قلبك نحوه بالصلاة، وهو الله تعالى يستجيب لنداء الضارعين. فهذا هو السر الحقيقي للحق والسلام. دوني داك يوجه كل شيء لمتبعنا الكرام، ثق في الله، تكون عندك واحد الثقة في الله كبيرة. وديما حاول تحصن راسك، دائما تحصن راسك كيما ولينا كنسمعو دابايا كثر الطلاق، حرب بين الزوجين، كتلقاو الله تزوجو مكاينش 3 شهور في المحكمة. شنو سبب هادشي؟ كونوا مأكدين السحر. سبب هادشي هو السحر والشعوذة. قلب الدين، يعني بنادم قلب ديالو ما عامرش بالدين والإسلام شحال من حاجة. يعني لو كان كيخاف الله، لو كان كيفكر بالمنطق ديالو عمرو يمشي لهادشي. ولكن الحمد لله على كل حال، فالمؤمن مصاب، فالمؤمن فهو مصاب. نناقش معكم الشهوادة واحد 3 دقائق اللي بقات لنا في الوقت ديالنا.
فالشعوذة هي ممارسات ينادي القائمون بها بقدرتهم الحقيقية والفعلية على استحضار قوى غير مرئية تساعد في حدوث التغييرات التي يتمناها شخص ما، سواء له أو لغيره من الناس. وتتم عملية الشعوذة عادة وفق شعائر وطقوس خاصة. الناس ديما كيلجؤوا للسحر. علاش كيلجؤوا للسحر الناس؟ باش يوصلوا لواحد الهدف اللي هو حاجه كيتمنوها. مثلا كيمشي كيذبح واحد الدجاجه، ولا ذبح المعزه، وذبحها لهداك الضريح ولا داك الجن هذاك، باش توصل لواحد الهدف، مثلا الانجاب، ولا باغي الفلوس، ولا باغي الزواج، ولا كيمشي كتشرك بالله باش تحقق داكشي. كون اكيد داكشي عمره ما كيصلح. لا في لوح الساحر من حديث اسد معروفه، ختي مريم كتقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فتوكل. نعم صحيح. كيف يمشي حق واحد الأمنية؟ الأمنية إما ليهم ولا الناس قريبين من حولهم، وغالبا ما تكون تلك الأمنية شريرة، مثل التخلص من الخصم أو الحصول على قوة لغرض شرير. تسمى بالسحر الأسود، يسميه السحر الأسود. وعلى ذلك فإن الرغبة في إشباع الذات والرغبة تكون هي المحرك الرئيسي، وفعل نحو قيادة الناس لهذا الاتجاه. فاتي تقول: بصح كلامك صحيح، الله يحفظك أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا ربي آمين. أختي فاتي، أنا كنتمنى بالعكس، كنتمنى ربي والله سبحانه وتعالى راه هدينا في هداية الناس. الله يعطيهم الهداية، الله يعطيهم الهداية. كعرفوش بلي السحر راه عنده واحد، راه ما كي راه لا في السحر ما يجو أزالي، بس فيك خصهم يعرفوها. والله أخي إلا مجرب كون عند سير السحر الدوم على سورة البقرة 40 يوم. شوفي نعم، زيارة خويا عبد الواحد كيقول: زيارة الأضرحة شرك بالله. نعم خويا عبد الواحد صحيح. بنادم كيف يوصل لشي حاجة، كيف يدير شي حاجة ماشي هي هاديك، هادي باغا تولاد، هادي باغا تزوج، هادي مثلا عندها عكس في الخدمة، هادي اش كدير؟ كتمشي كتشرك بالله عند بلد اللي فات ديك البلاصه وعطاوها داكشي، هي كيضحكوا عليها، راه غير كيضحكوا عليها، راه ما كاينش داكشي، راه لا حول ولا قوه الا الله، راه شرك بالله، هذاك داخل في شرك بالله. كعرفوش بلي داكشي راه شرك بالله، والله راه ما كيغفرش داكشي. فكنتمنى ان كل الناس اللي بغى يشافي راسه هو بصورة البقرة، تقرب من الله سبحانه وتعالى، باش نتقابلوا صغير بالصلاة، بالصلاة وذكر القرآن. وديما ديما ديما نحاول الا بغينا نعيشو مرتاحين هو نصلي، غير نتقرب من الله، تقرب من الله. هادشي اللي نقدر نقوله لحد الساعة. فالسحر كيتعد من أكبر الكبائر. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به من السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هادشي اللي نقدر نقوله. فكنت منه كل شيء انه يدير الرخصة الشرعية باش يفك السحر ديالو. عمل السحر في المسحور نوع من انواع الابتلاء، فخير ما يفعل المسحور لنفسه للخروج من هذا الابتلاء هو اللجوء الى الله تعالى، وان يكون على يقين ان الله سبحانه هو قادر على فك السحر وابطال اثره. ولا يصح ان يلجأ المسلم لابطال السحر بسحر مثله، وهو ما يسمى بالنشر، لورود النهي الصريح عن ذلك، حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. ولا يقبل من المسلم سواء كان راقيا أو مرقيا أن يستخدم من الرقى ما فيه شرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
مريم كتقول كنتمنى من كل واحد بأنه يملأ قلبه بتقوى الله قرأ القرآن الكريم. نعم صحيح، كنتمنى من كاع الناس اللي يجي حسن وصل بصحة يقرأوا هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. بعدها نقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسحر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يا ربي آمين أختي نور، يا ربي آمين، الله يهدي الجميع. نكمل معكم آيات الشفاء بإذن الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لكم له كفوا أحد. تكرار هذه الآية 3 مرات. كذلك قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وإن شاء الله ربي يدير لي فيها خير يا ربي. إذن متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، فأنتم معنا كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان، فكنت من نوقع اللي مريض الله يشافيه، ويا ربي قال لي مسحور الله يشافيه، هذا هو الأمنية ديالنا اللي كنت منه كاملين. يا ربي تفيدي الجميع وتهدي الجميع يا ربي. زعما حاجة أخرى نقولو كنذكروها، ولا يفلح الساحر من حيث أتى، لا يفلح الساحر من حيث أتى. إذا متشبعين كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.